اخي مزران، القناة التمازيغ تنطحها بزي ومذي الحلقة ويسنين ذي بلاتو ام صوري تموتوين غاثن ديت مكناس حما ذي تفارمين جوسين تجديد ذي اسف سر ام ظلان نتفجحت ذي مكناس يبذن ذي 25 ويكمل 29 زي شهر ناربعة نغزي شهر ناربعة ذي الحلقة يكي نغ يجنزي فجح النغ ذي ثمات نغ كي نغ سيد خالد بنت هامين تدا فتح قرغش تنميرث خل حضور مش أكيد نغ ذي وسدي أم صواب دخل قناة تمازيغت. شكرا تنميرث وتشمثنا الزهور نشكري شم بزاف شي ذا نغ فرصة يما تفنسيو شوية فتح قال المغرب بصفة عامة. المعرض اوانيتين ذي جن فرصة طم قرانتي في الجحن في الجحن المغرب تيشاسن الفرصة متى في المساقان دسن دزان زان من الجن جديد جي 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 التكنولوجيا جي 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 التقنيات جديد جي التواصل جي 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 يعني جي كل شيء بصفة عامة. إذا أنتفر كي ذك وور وصلنا من بعد نقدم من وجه نغوي سنين كي نغ سيد محمد عافي فين تأن مهل نغ مدير قطب ثيومي تعضوذي أنت فجحت ثم غرا باش تنمرت وصلنا عافي في خل حضور مش أكيد نغ ذي وسدي ياخ القناة تمازيغ ذي ثنديت المكناس. وش مثل نغزور نتقادش مطاس خو عراضي كي البرنامج يجن برنامج الصباح ومهم وخيج الموضوع عاود يتجن مهم يتهمم مرة. مرحبا سيدي نوض واجب أن سيغي وور نغا يكني مجو نغا يمزر نغا عزنا من بعد يغنفر من يدوسينا ذي روبورتاج نوتشمات نغا زهرة محجوبي إيديس نغداد غارة إيمسن في اللحثة أقو مقارا مضلان في اللحثة مكناسة إيجاس قيديسان غرمي لو الدورة خثارة قوس في سرادة إيجان يوثاء المسيبتة أنقمية صدهيران إسباب في اللحثة كل أنواع إيمسن يمينوثن أكسوق مزيرة نخت ميزارة ومضارة. الحمد لله كشمد الالات الجديده يا من ناحيه اي دغادرين انا الحارث دونا لا غرغيت الالات انتو جديد تين مسات تغزشان تحفرين بلا ما تقل دغرا لا مان دوفر ديما يخصهاش اي خدام يخصها بزاف المسائل. قوما ضارد نيمسن فلاح ثلاثة فاني فلاحن إمغربيين كل أنواع إمسن أن فلاح أن تحدى جان إثويروين فلاح تنسن سيجواتي قيدرو سن ثم تظارت ميتاغور الدورة لتعواني فلاحن قمسيغ تيمسن فلاح تعصريته. بالنسبه لنا في هذا المعرض ذهب يوسف سرين ذي اني بيتقاح ني مسني من مثن ان ثوزغا ثم ثاسك في ذي زدين اي ثونسين اني مسن تفا انا وضغ في زي سغن سيليس ودور ان فلاح اكذيا فاذياسي اغيس مثار ازدين ذو يذ اليت ميواي اي ذو مساساسي فغ البلان ازقزا اي تكا نفوس ام عوان فلاح سي مسن ثوزغا يمزين ذي مسن الى مسن تفجحت ايجان خذوا واثقين بو تفجحتني ثقدي التقليديه خذوا ديني تاجنت فجحت عصري نتساو ستنقيت ستاريقه ني تنقيت خد الطاقه الشمسيه واش انا البومبات الطاقه الشمسيه الجديد واش انت غد اتصل الحلول وينثا البومبات اما ضر يمسن في اللحظه جاء سكتسكي وين غرمي لو الدوره خثار كو سيريست في اللحظه ثم غريبيته تصرف ضر يمسن ايمين وثند التكنولوجيا تاع صريته ادي غيو فلاح ادي سيريس كتيفوتين ذي الجودة ان فلاح النس انت حبس جديد زي مزران غايز المشني بلاتو مسوض يتموتو غاثن يتموتو غاثن دين تن مكناس حما نفر جديد نو اسف سر امضان انت فجحت دي تن دين تا اقت انبدا غيفوس اك سيد خالد بنت هامي مشني غم تذا فجح سيد بنت هامي ذني دي تقديم نشت نيد بان ظل معرض انت دي جن لمناسبة يفجح حما مسوض جرسا سواء يفجح المعرض دين المغرب نغني حتى دي ثموران وظل وبالاخص سكوسا ديني 40 ثموران وظل وسين حما شارك دي يوسف سارة يعني يستنفع افتح الله تكتشف عند الحوايج الجديد كي 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 تفجح يعني بصفه عامه وكي كي من الجن تربيا تسمى الكسيبات من الجن تفجح نيمندي ذياذن كي الزيتون المهم جميع الفلاحه
ديني عاود تكتشف ربعا الحوايج كي جان جديد مثلا كي مانيني الدواوات كي جان كي الدواوات كي التقنيات مثلا نينات ميزك الساون كي جان من مواصل نقا التقنيات الجديده روكا نقيت تنقيت ما راه زوت نستاج المازيغ اي غوتا غوت نقيت تنقيت ديني التقنيات الجديد عاود روكا كي مانيني بناء كسبنا سيد خالد نسيو شويه نسيو شويه كسبنا نستنفع عن التوري بان لينيش الالات مش الالات الجديد خاصه تمران ومضى السلالات الجديد تفضل اييه بالنسبه غي التربيه يعني ركسي بث بالنسبه لي ركسي بث ديني روخا دينيش البرنامج العامه ديني برنامج التلقيح يعني تسمى تسد تاوين دي سيناف دي سيناف زي الخارج دي سيناف ثينا السلالات السلالات نوكسوم نوكسوم تلقى حندي فوناسين يجي جندا ديال المغرب تيشن يجن منتوج منتوج ني افجح يتطف 4000 درهم يعني 4000 درهم ندعم خل منتوج زائد المنتوج يعني ما نسيت في الدعم ماس المديريات نتفجحت نقص الوزاره نتفجحت نقص التعاضديه نتفجحت لا الدعم واني تنزل المديريه واني تنزل المديريه ديال لجنه الجمعيه الجمعيه قناه الجمعيه الوطنيه نيني دقنا كسوم انت تيجي تكلف نس تلقي حوانيتين غاس غاس التقنيين نس ديال المغرب يكمر يعني دقن التلقيح يفجحن يعني يفجحن زقيت طافو دين بو زعما شين ديموشين الشروط يعني يفجحن زقيت طاف قاوني ما عجشين سواء مزيان اللي غنقرا سواء مزيان اللي غنقرا نطرح نغاس تذداد يتخرج سجن 120 درهم تيشنا سجن ريسيبو ميزي تيغي ما غاس تشمي غادي يخرقوا ندوزنين ندوزني تيشنا 7000 درهم يعني تيم بالنسبه لي ندوزن الدعم هو تيم مهم ديني عاود الدعم نظلنا ب 10000 درهم بالنسبه لي فوناسين ندي تسن صباره يعني قناه المازيغ تيم واثين تيري عاد يلا عاد تفونس عاد تسمع عما صدوري يعني خلي انت تعاود تشن سجن 4000 درهم بالنسبه لي ندي تاوين صباره بالنسبه غي ناثي وجي وتجي روخا العامة يعني كي المناطق اللي كي تجمري تجا الجفاف بالخصوص كي الشرق ذي الجنوب ديني الدعم يعني الوزارة الفلاحة كي يعرف ديني الدعم عاود كي الأدوية يعني قدم الناس الأدوية كي يوجي السيد خالد انا عقب تنقيت الدعم سواء زي الوزاره نتفجح نخزن المديريه نتفجح حتى التعاضديه باعتبار ان الوجنغ السيد محمد عفيفي انت ذان مهال مدير المديريه نظام من غيني اذا تنقيت من بعد غنزار يمزان غيزن من جوسين دي ريبورتاج ويسنين وتشمتنا غزورة محجوبي إيديس نغضب غارة نسجمي المرق ومجرد إيجا أسجيدي سانة إعجبن شيغانة إيفلاحن دين جدا ديدان غرساس فسرة ذا أمضلانة إيمس فسرة سفسرة كل أنواع المال إيتو سجمان كتمازير تنخة أمكيني غير مسيبتة أن جمي غيسين الأنواع عدانة المار سومة ثاولي ديزغار النوع نزجارة فلسطين لن ذاتين يوسف سر أن سبسا ذا الذي سنتفعوا مليل ذو زيك ذا بلجيكي ذا شارولي ذا البيومونتاز أنه ناذ كل سنة لولن ذا ذا إيث مزير ثنخ سات مثال أن التلقيح الاصطناعي أي نون نخفون أسنمو سبسا ذا يوغر مسنمو النفض تقريبا سقال 2010 غلواسة لا غير نخرج المنتوجة كسوات إلا لا تعلم إدخ أي تدكوالة أين ديوان عرض ذاها المنتوج نتلقيها الاصطناعيه يا لا تعلم يزقرنا ذنو الماس الا غير سلمات نتعلم ما قنيتني في اطار المحافظه على راس لوكال امو كرادي كايون ومضار خلفني تمسموني نسقمي المارا احمي دي سين ايما سني ما ينوثن نسقمي المارا ميوسان هذه الشركات انسببت فلاحتا اتفادي اليوم عوان ضم صرافين غراسنا السلاله يا السلاله الوحيده قلنا غير المغرب لان كان فيه مغربيين لانه هون تذاك قمان زي السلالات كل الرا دغي ان 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 شاء الله ندو ديك صغردات الوزاره لا اختجاع تيو البرنامج موازي مع البرنامج التجين الاصطناعي نكوني حاليا نكوني حاليا لا لا نيا برنامج التجميع ورجين ديخر كينا كانا مزكالو زك بوقشمير جامعه بوقشمير دايره والماس الحمد لله المعليض يزيد يغودا ينقى تنظر خميدنا
ديال زكار رومين ديال تعطمتي رومين ديال زكار المهم كلشي موجود. أريد غير ما يديس أنو سجمي المارج سجدي سانا وسفسرخ من الله الإقبال مقرى سكنيران جدادي في اللحنة أتفاد سيقن خفران واع المارة يخور فني يمون قحم زقور إتغيما وسفسرة أحمد خطارة لانواع غذان نزقار أدولي أسقل أنواع مزيرة النخ أدبرانس. انت حمزه جديد زمرنا عايزين ان نسيغي ورنغ عمره اك السيد محمد عفيفي مشنغ ان مهل ان قطب انثيومي انتعضو ينفجحت ثم غربشت وسيد نطغان بدايك فتح نغ وسيد خالد يسيو شوية خدام انظر الدعم يسيو شوية خدام المديريات يسيو حتى تما واسن تفجحنا وزرا نتفجح انت التعاضديه من تعاون يفجح النغ ذي المريض بالخصوص عام اسقسته غشويت انظر يعني ينقص المقارنه كسقسني عدو تفضل. تماما التعاضديه الفلاحيه ممكن تنعتبر بانه تدات يفجحن تدات نسن ذني تاريخيا ذي يعني ذي التاريخ مش نسن ذني ثني تيكين جينت باش اتامن غاسني يلي لرسورانس بالنسبه لجميع يعني ما يخصن افجح التفاصيل الاختصاص للتامين بالنسبه يفجحن لذلك يعني منذ الاستعمار الى يومنا هذا حتى الاستقلال افجحن حاولا انه وجد مجموعه من المنتوجات باش المنتوجات كيسنبدن ذي ريما في يصعبون يقصحن ام عمامه في تيري السنوات الجافه ماشي نسن بانه التعاضديه منذ يعني الوجود تقريبا 40 سنه دائما ذي المواقف الصعبه ذي الاوقات الصعبه امثينا ما تفتري الجفاف تبدا اكيسن وبالتالي بفضل منتوجات يتسوق في الجحن مين عنانت المنتوجات يغاس او يتوجه في الجحن من بعد من يغ من اثق ذي بطبيعه الحال كيجن السنه في قصح امثانيتا غانغ ذي التعاضديه مجموعه من المنتوجات موجهه الى الفلاح تما يفجح التعاون النص ثم ذي خدام نغاس نتحاول اني لامج الضمان الاجتماعي بالنسبه يفجح باعتبار انه نتمناس تقاعد الناس نتمناس في حالات الوفاه لا قدر الله الافجاح هذه يريج النصيب يثاو النص ثم في حالات العجز ومؤخرا كذلك التامين الصحي نقصت من الصحي ذي نجل المنتوج عظيم جدا قناص استشفاء الفلاح لافجح ما يوقع شان غيثا ونص الى اخره ولا قدر الله يضفى اسبيطار بطبيعه الحال المنتوجه يتكلف كل المصاريف يخصن افجح ثم ذي نجل العرض النغني جا موجه الى افجح المنتوجات هنا في الحقيقه تقنتج الحمايه الاملاك وفجح الضيعه النس مرغس شنط ماث ثدات الناس طوموبيل الناس تراكتور الناس الى اخره او كذلك تركسيب مرغس شنط كسيبو نيشان ربهايم الى اخره يعني مجموعه من المنتوجات تهدف تسمى الحمايه الاملاك الناس باش نحافظ على الاملاك لا قدر الله ما يوقعش السينيستر يعني ما يوقعش من طبيعه الحال شان الاضرار الاملاك الناس ثم ومؤخرا وبمعيه يعني الوزاره نتفجحت نلقى مجموعه من المنتوجات اللي موجهه لحمايه الزراعات الحبوب القطاني وكذلك الاشجار المثمره بالنسبه يرشجوا يكتقنت الفواكه الى اخره امام الليمون ام رخوخ الى اخره ذيني يجن المنتوج يكحمن يعني يتامن افجح ضد التبروري يعني يدي او لاسيغونس غريل يكشفن يعني ضر الطاس افجح وبالتالي يعني في حاله ما يوقع الشا المنتوجات النس وطبيعه الحال التعضديه تقاس تعوضيث عن جميع الخسائر. العام من ديوسين ذي الجديد شرط يعني مري في الجحن تستنفع عن زي التأمينان يخصى في الجح أتيري من خارط مثلا ذي التعاضدية بطبيعة الحال أي فجح بمجرد أنه ذي يوج المنتوج زي التعاضدية وبالتالي يصبح يعني منخرط تيري منخرط بمجرد انه ذي ساهم ذي شان المنتوج يصبح انت منخرط ذي التعاضد ذي التعاضديه نغم منذ يعني رخو ذي السنه الجديده من ديوشين ديجتي وفي الحقيقه بالنسبه للبلد يمكن ان نعتبر بانه ابداع
ما نقارني الدول البحر الابيض المتوسط، وهو المنتوج الجديد لقناة سلامي تيغيسك كليماتيك انت يكحمنا في الجح في حاله يعني المخاطر المناخيه ما توري روخا يقد جبل حاره الطاس هاي كثرون زاه فوشت ها الجفاف الى اخره. ثاني تي ديس الطاس الحمايه، الحمايه في حاله الجفاف، في حاله التبروري، في حاله الساقع لو جيل، في حالة مرا يكون زعطس يعني الفائض الماء، في حالة مرا لا قدر الله هذه الرياح قوية يعني أصمض ضمقران، يعني جميع المخاطر، جميع المخاطر يعني تحمي الزراعة الحبوب القطني بطبيعة الحال لا التبروري ولا بطبيعة الحال المنتوج الجديد تمنس يغرى بالنسبة في الجهة مزيان إلى آخره. لذلك الدولة تدعميث بحيث انه تقريبا افجاح رمزيا ممكن ذي امن ضيع الناس